لا وهو هيكمل، فمستر مانويل قاعد طيب قدامنا، فبركات بيكلمه، شوك. هو مستر مانويل مش عايز يبص لي، مش عايز يبص له. مش عايز يبص لي، هو بيتكلم بركات. وات از ذيس يا اسلام؟ احنا رحنا قعدنا قعده عشان هو كان اقول له بيدي انا الكلام لبركات مش لي انا. الراجل بص المفروض ان هو مش طايق سيد معوض، تمام. وسيد معوض هيبتدي بقى ايه يعني، هنبتدي ناخد يعني ضده قرارات بقى في الفرقه. يعني الراجل خلاص بياخد قرارات. تخيل ان انا ماشي من النادي، بس انا قاعد في القعده بدات اضحك من كتر ما مستر مانويل عمله في بركات وانا. فطبعا انا رايح واخد سيد من ايده ودخل على الراجل وبتاع، فالراجل جه فشاف سيد قاعد كده، قلت له يعني معلش سيد، هو طبعا بيتاسف وبتاع كده سيد. المهم ان سيد ده يعني ايه اللي هو لا بيعمل ابيض، ما انت عارف لا بيعمل ابيض، ما تفهمش بقى الحوار كان الشيطان راكبه فيها ولا ايه، اتبدل ما بين الشوطين مش عارف شط ازازه عمره ما شفناها ومش عارف، قال له اوكي، والتاني اللي لسه بقى بيتكلموا لقيت سيد سبحان الله كمان بيرد عليه قال له اوكي اي نيد ذيس، وده كمان اللي عرفني ان سيد بيعرف يتكلم انجليزي كمان ساعتها، ده كانت اول لقطه ليا مع سيد، قال له اوكي اي نيد ذيس، انا بقى ما اعرفش اي نيد ذيس وانت مش عارف ايه. المهم انا في الاخر الدنيا بتبوظ، خدت سيد رحت ايه للراجل. الراجل قعد ساعه يا اسلام عمال يتكلم يطلع عينك انت وبيطلع الغل اللي جواه فيك انت، وهو ما بيبصلوش قعد ساعه. هو بص مبدئيا سيد قعد على الكرسي، واما الكرسي ممكن يكون الراجل مش عارف لا امتى ولا ما يعني فاهم. فانا ابتديت ايه بقى كل ما هدي الامور الراجل يتنرفز، يهدي الامور حسيت بقى بعد كده ان انا ممكن اوصل لمرحله موقف انا في الفرقه يعني فاهم، ممكن يمشي هو. قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ لا قال لي ما حدش يرد عليا، وانا لا هو كان متنرفز جدا كان هو ما بيحبش الحاجات دي. بس خد بالك هو كان الراجل فيه حاجه، انت عارف هو كان دماغه صعبه اما بياخد قرار، بس اوقات بيحس ان هو من كتر انفعالاته فممكن بيقوم واخد قرار يعني او بيدي كلمه تبقى بزياده شويه. لا هتقول لي انت هتقول لي انا عارف. ف يعني رغم ان القعده بانت ان هي ما حصلش فيها يعني بس خلاص حاجه وبتاع عدت، بس عدت رحنا نعم. بعد كده التمرين عارف ان انا لما مشيت من النادي الاهلي، هو طبعا اللي يعني هو اللي كان بيمشي وبيقعد، بعد ما مشيت من النادي لقيته بيكلمني في التليفون، كنت انا رحت حرس الحدود لقيته بيكلمني قبل اول ماتش رسمي ليا في حرس الحدود، مانويل جوزيه بيكلمني بيقول انا بتمنى لك التوفيق وانا عارف ان انت هتعمل حاجه كويسه ومش عارف ايه وبتاع، بقول لك ايه بعد ما الماتش ده يخلص تعالى نروح عزمك انت ومراتك على العشاء في الاوتيل عندي، علشان هو حس انه ممكن يكون جه عليك هو كان عنده الحته دي واثر معاك. فهو دايما كان ضميره يعني برضه هو ايه، خد بالك الراجل ما رجعش في قراراتي، بس هو كان يعني عنده في صوت كده في ضميره يقول لك لا انا جيت على ده فعايز ارجع ابقى معاك، وخصوصا ان انت كمان خد بالك العلاقه ما بينكم كانت كويسه كاسلام والخواجه. انا لسه بكلمه، كانت حاجه يعني حاجه تحفه، كانت الناس بتقعد تقول لك يعني ايوه يا عم. بس هو جه هو ماتش ساحل العاج ده يا جماعه عايز اعترف اعتراف، هات لي تعالى لي لا هات الكاميرا كلها هات خد